هاني عياد من قسم إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد بكلية النقل الدولي واللوجستيات. خلوني أتكلم معاكم عن قسم إدارة سلاسل الإمداد، القسم اللي بيدرس الإدارة الشاملة للمنتج أو الخدمة من أول ما تبقى مادة خام لغاية ما يبقى منتج نهائي عند العميل. خلوني ببساطة أشرح لكم مثال نبتدي بيه إيه طبيعة الكلية. تخيل حضرتك علبة العصير أو الموبايل اللي موجود عندك في البيت، منتجين مختلفين خالص. تخيل حضرتك الموبايل ده كمية المكونات اللي موجودة جواه اللي بتتجمع من أكتر من دولة لغاية ما يروح يتجمع في دولة تانية خالص لغاية ما حضرتك تستخدمه في دولة تالتة خالص. المراحل دي كلها هي دي إدارة سلاسل الإمداد. بنبتدي بعملية السورسينج، عملية تواجد المواد الخام أو المواد الداخلة في الإنتاج، بعد كده عملية التصنيع أو التجميع، عملية المانيفاكتشرينج والبرودكشن، عملية تخزين المواد الخام دي، وبعد كده المنتج بعد ما يتصنع ازاي بعمل له عملية الديستريبيوشن، التوزيع بتاعه فين، المناطق اللي بيبقى موجود فيها ازاي يتوزع يروح فين، لغاية ما حضرتك بتلاقيه موجود في السوبر ماركت او موجود عند محل الموبايلات او whatever ستور حضرتك بتبص عليه. هنا بتبقى جزئية الريتيلينج. عشان كده طبيعة الدراسة في سلاسل الامداد بندرس فيها حركة المنتجات والخامات من A to Z، من اول المادة الخام لغاية ما يبقى منتج نهائي عند للعميل. في النص هنبص نلاقي لو جزأنا سلسلة الامداد هنلاقيها بتتقسم ببساطة لجزئين، جزء بنسميه الابستريم وجزء بنسميه الداونستريم. جزء الابستريم ده هو الجزء اللي بندرس فيه كل العمليات الخاصة اللي قبل عملية الانتاج، يعني ازاي بنشتري المواد الخام، فعشان كده بندرس procurement management، ازاي بنقوم بالتخزين عشان كده بندرس warehousing management، ازاي بنعمل planning وdesigning للproduct من الاول خالص عشان نحدد ايه المدخلات بتاعته ونحدد ايه كميات المخزون اللي احنا بنستخدمها، عشان كده بندرس inventory management. going forward بقى بنلاقي ان بعد ما بنخلص عملية البرودكشن او المانيفاكتشرينج بتاعة البرودكت بنلاقي نفسنا ان احنا بنتحرك للديستريبيوشن شانلز، ازاي بنمشي بالمنتج ونروح بيه لغاية ما نوصل عند اقرب بوينتس للعميل. علشان كده بنلاقي في الاخر بندرس الريتيلينج مانجمنت، البوينتس اللي بنلاقي ان العميل ازاي بيقابل فيها المنتجات اللي هو عايزها. طب وبعد ما العميل بيستخدم الحاجة هل في نوع من انواع الكاستمر سيرفيس بتتقدم له؟ عشان كده بندرس CRM كاستمر ريليشنشيب مانجمنت، كمان المانجمنت بتاع الريفرس بتاع البرودكت، يعني المنتج ده لو هيرجع او هيعاد استخدامه او هيعاد تصنيعه مره تانية، كل المراحل دي عشان كده بندرس الريفرس اوف برودكت او الريفرس مانجمنت او الريفرس سبلاي تشين. وبكده نبقى استعرضنا كل المراحل بتاعه الدراسه جوه الكليه. خلال الفترات اللي انت حضرتك بتدرس فيها جوه الكليه بقى في تريننج مخصوص على حسب طبيعه الدراسه اللي انت بتدرسها. يعني انا دلوقتي لو خلصت الكورسز بتاعه البرشيزنج او اداره المشتريات او اداره المخازن، بنزل في تريننج جوه شركه عشان اشوف لايف الكلام ده بيتنفذ ازاي. ده بالاضافه كمان للفيلد فيزيتس اللي بتحضرها القسم علشان يشوف كل صناعة، لان احنا اتكلمنا من شوية اتكلمنا على موبايل واتكلمنا على علبة عصير، انما كل صناعة جواها سبلاي تشين. لو بصينا على الاوتوموتيف صناعة السيارات ليها السبلاي تشين بتاعتها، لو بصينا على الاف ام سي جيز الفاست موفينج كونسيومينج جودز السلع سريعة التداول، كل ده ليه السبلاي تشين بتاعته. كمان السيرفيس ليه سبلاي تشين، لو بصينا على المستشفيات او الفنادق هنلاقي ليها السبلاي تشين بتاعتها. علشان كده القسم بيهتم قوي بان هو يقدم فيلد فيزيتس للطلبه بتاعته علشان يشوف طبيعه السبلاي تشين في كل نوع من الاندستري ده ازاي، بلس التريننج اللي انت بتقدر تاخده سواء جوه مصر او بره مصر من خلال الدراسه الشامله لسلسله الامداد. ولو في اي اسئله عند حضراتكم هتلاقونا بنجاوبكم من خلال الفيسبوك بيج، من خلال الويب سايت بتاع الاكاديميه، من خلال الكول. اي طريقة حابب ان انت تستفسر بيها عن اي حاجة خليك في تواصل معنا، ونشوفكم قريب قوي جوه الكلية.